يسعد أوقاتكم. بتعانوا من النسيان؟ أكيد كلاتنا عم نعيش ضغوطات، وهالضغوطات بتأثر على حالتنا النفسية، وبينتج عنا أنه ممكن نحن تكون القصة بإيدنا وندور عليها، تكون بين أغراضنا وننسى وإحنا وين حاطيننا. كيف الحل؟ الحل بيكون أنه نحن نبتعد عن الضغوطات. أثبتت العديد من الدراسات العلمية عندما يتعرض الإنسان للضغوطات المستمرة يفرز الدماغ هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون يرفع اليقظة والتنبه في أجسامنا، لكن عند استمرار هذه الضغوطات يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول ويؤثر على المنطقة الرمادية الموجودة في دماغنا. هذه المنطقة هي المسؤولة عن التذكر والقراءة والتعلم. لهيك أصدقائي، إذا حابين تعرفوا أكثر عن هذه الدراسات العلمية الحديثة اللي بتختص بإزالة التوتر والقلق والابتعاد عن مسببات الخرف والزهايمر المبكر، بتقدروا تفوتوا على مدونتي ليالي الفرح وتقروا البحثين اللي أنا كتبتهم اليوم بهذا الموضوع، التأمل أو تأمل اليقظة وممارسة التمارين التي ذكرتها في المقالات للتخفيف من الضغوطات. بتمنى لكم الصحة والسلامة، واللي عم بتابعني أول مرة معكم لبينا رح يحصل على درجة دكتوراه بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية. بتمنى إنكم تشتركوا ببروفايلي حتى توصل كل المنشورات لعندكم. بتمنى لكم الصحة والسلامة، ولا تنسوا تشيروا الموضوع مع أصدقائكم حتى توصل المعلومة للكل. ناشر الخير كفاعله. أحبتي.